في ثلاث مواطن احفظها مني أيها الحبيب. أخلاقك الحقيقية ميبة الآن وانت متكي قدامي الله يرحم والديك ومشخص وما يا زين دلك وسمتك. أخلاقنا تطلع في ثلاثة أمور. أولا عند الغضب، وش رأيك لو زعلك الحين وعلى طول يوصل الإتش وتبدأ تولع العيون حمر وينتفخ الأوداج وتطلع الكلمات اللي مهم مضبوطة، ها هذا دليل عن أخلاقك تجارية ميبة أصلية. إذا عند الأخلاق، أنا وقفت يوما عند طريق، عند إشارة، في واحد رجل عليه سمت جميل وكان كأنه قد أخطأ أو أخطئ عليه، وخرج رجل معه عصا غليظة وقد خرج بها وأتى إلى الرجل الحكيم هذا، وهذا مقزز السيارة. الرجل الصغير هذا يقول للرجل الحكيم: إذا كنت رجل اطلع. قال: للأسف من اللي قال لك أني رجال؟ الله يجزاك خير، الرقم خطأ، أنا لست رجل، وهو ربي رجل لكنه حكيم يعرف مآلات الأمور. نصف المطلقات، بل ثلاثة أرباع المطلقات، بل تسعة أعشار المطلقات ندب المطلقون لزوجاتهم، لكن بعد إيش؟ بعد ما خرج رشاش الطلاق أنت طا طا طا، ثم بكت وبكى الله يعظم أجرك، وراح للمفتي وقال: أحسن الله عزائك، لا تحل لك إلا بعد زوج. لماذا؟ يظن أن الطلاق وضع في يده ليقوى. لا يا أخي، لأنك أحكم أعلم أعدل، ليس لي. ولكن إذا سويت معها في الغضب وفي العواطف المتقلبة، من القوام للثاني؟ من القوام؟ أقول المرحلة الأولى لتخرج فيها أخلاق العظماء عند الغضب تجده حليما. الثاني، والحبيب صلى الله عليه وسلم قد مدح أشج بن عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الثاني في جوف عند الخفاء، إذا سكرت الباب تطلع الأخلاق الحقة عند الخفاء. عند الخفاء معنى ذلك إذا دخلت عند أهلك. لذلك الآن يا أخوان، لو أننا نريد أن نخرج أفضل رجل منا، خير رجل في جامع العمري في العزيزية، من هو؟ للأسف ما لنا بسائلين الإمام الله يحفظه صاحب الفضيلة ولا المؤذن، سنسأل أم فلان. الله لا يفضحنا يا أخوان، الله من واحد بتقول: ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. والله يا شيخ صبري عليها بالجنة، ولا هو مهو بكفو، والله أنها صادقة، الله يعظم أجرها. ولذلك بعضهم حقيقة لو سئل أهل بيته ونفجع، ترى اللي انشغلوا الآن بالاستشارات تأتي اتصالات تقول: أنا زوجة فلان، مع أنك تحزن، فلان هذا أكرم الناس، من أطلق الناس وجها، من أكرم الناس يدا، من أكثر الناس فقها، لربما من أحفظ الناس قرآنا، أعلمهم بالسنة، لكنه عند نفاق اجتماعي للناس، طلق الوجه ولأهل بيته من شرار الخلق، لا بركة فيه ولا خيرية فيه. إذن الأخلاق تخرج عند الغضب، وتخرج الأخلاق في جوف البيت عند المخالطة لمن يأمنهم الإنسان. لمن، ما رأيكم في أخلاق الخاطب إذا جاء يخطب؟ يا زين أخلاقه يا شيخ، لعمه لو يتحرك عمه قال لبيك، اسمح الله يحفظك، ما أبي شيء، جاهز للخدمة، أخلاق راقية. وإذا عقد له قبل أن يدخل عليها فترة الخطبة، يتصل عليها معطيها جوال آيفون 5 ما شاء الله يا كريم، وهو بيطلعها الآل 5 هذا خمس طعنات في قلبها قبل أن يحول عليها الحول. ولهذا المسكين في فترة الخطبة يا كلام عذب: عيوني وعمري وروحي وحياتي. ثم بعد ما يدخل عليها وينتهي شهر البصل أو العسل، يخرج ويكشر بأنياب كأنما الوحش الهصور. وين الأخلاق تلك التجارية؟ لأنه لم يطبع. أحبابي إن أخلاقنا وفضحها يكون بإغلاق الأبواب. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عندما سألوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وصلى وسلم على زوجها، عندما سئلت عن أخلاق الحبيب في البيت صلى الله عليه وسلم، تدرون لماذا سألوا؟ لأنهم بهروا بجمال هذا الوجه الصبوح المشرق الطلق، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. 10,000 صحابي في المدينة كلهم من نظر إليه قال: ما نظر إلي وإلا وتبسم. من اللي منا يا إخواني إذا دخل البيت وأقبلت إليه امرأته هي متبسمة وهو متبسم،
ويحمد الله أن الله رزقه مثل هذه، حتى ولو أن في أخلاقها شراسة صبره على الأخلاق الشرسة عبادة، بل وتولد وتتولد أخلاق العظماء أمثالكم. كيف تتولد أخلاق العظماء؟ بالإغضاب. أحبابي، لو أن دائما كل واحد منا يعطي الحق الذي عليه ولا ينتظر الحق الذي له، ويبتسم في وجه كل أحد ولا يظلم أحد ولا يقصر في خدمة أحد، يبقى في مشاكل يا إخوان؟ لا توجد مشاكل. أحدهم يقول: أريد امرأة يا شيخ مبتسمة دائما، لو ضربتها ابتسمت، وإذا نمت نامت عند قدمي، وإذا طلبت الطعام كانت كأنها ريح، وإذا قلت ما عندك مراية، شوف وجهك الله يعظم أجرك، أنت ويا وجهك تبغى وحدة عادلة، وأنت أعوج هو رجل باين عليه معاصي، أنت لماذا تريد العدل والاعتدال في حياة غيرك ولا تطلبها في حياتك؟ المرأة هذه موجودة فقط في جنات النعيم، المرأة هذه التي تريد مواصفاتها ألا تغضبك، وأن 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 في جنات النعيم، لأن حتى بيت النبوة وقعت فيه مشاكل، ليست المشاكل العاصفة، فيه غيرة. في بيت النبوة طلب وإلحاح بالنفقة، في بيت النبوة غيرة من عائشة، بل إن نساءه جميعا اشتكينه في عائشة، مع أنه ما ظلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، أرسلوا له أم سلمة وأرسلوا له فاطمة، ومع ذلك ما تغير الحبيب. أيضا تآمر بعض الضرائر على ضرة عندما أكل العسل، وقالوا إن رائحة العسل ليست جميلة، أنه رعى العرفط، الحديث تعرفونه، وحرم العسل على نفسه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ولذلك مع هذا يوجد في بيت النبوة غيرة، كسرت الصحفة في بيته صلى الله عليه وسلم غيرة من أمنا، لأن صفية تطبخ رضي الله عنها طبخا جميلا، فغارت منها أم المؤمنين فكسرت إناءها وتناتر طعامها، وما زاد النبي المصطفى أن قال: غارت أمكم كلوا. انتهت المشكلة في ساعتها. يوجد مشاكل. قال الصحابة لأم المؤمنين عائشة: ما كيف خلق الحبيب؟ كيف خلق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اختصرت فقالت: كان خلقه القرآن. اختصار كامل، أي أن القرآن الذي تقرؤونه هو منهج حياة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. وكم واحد منا يقرأ القرآن ولكن القرآن حجة عليه وليس له، بل وربي بعضنا يعلم القرآن، بعضنا يدرس أبناء المسلمين، معلم ثانوي متوسط ابتدائي، بعضنا لو أراد أن يصعد المنبر لا ملأنا لهز قلوبنا، ولو دخل للإصلاح بين زوجين لكان أفضل المصلحين، لكن امرته زوجته وأبناؤه يقولون: والله ما عشنا معه ساعة هناء، إنه الوجه القحط، لأن بعض الرجال وجهه قحط، صحراء قاحلة، ليس بها أي معالم للراحة وللأنس إذا نظرت إليه.